السلام عليكم. اليوم غادي ندير طاجين الدجاج بطاطا وجلبانه. المقادير تحتاجو الدجاجه، انا ديجا مشرملاها البارح، درت فيها التوابل كامل غنقولهم لكم، وبيتها في الثلاجه باش تجي ملبيه. عندنا ثمان ثلاثه بطاطات، عندنا شويه ديال الجلبانه، عندنا الليمون الطق والليمون مصير. المقادير تندير الملحه، الابزار، قزبر معدنوس، الكركما ولا الخرقوم، الكوري، الثومه، الملحه وحبه الهيل ثلاثه. عندي جوج بصات كبار خلطه، وحده بلديه وحده خضاريه، وعندي جوج مطيشات غنقطعهم بلاتي، وزيت البلديه بيان سور. نمرو طريقه التحضير. دابا غنقبل الطاجين. في بطاطا باردون بسلة، انا درت فيه البسلة، غنطيبو ديريكت غنديرو في المجمر، يعني ما غنخافش يتحرق ليا. هاد البولي هذا اللي هو ديجا مشرمل، انا غنحطو هكا باش يطيب مزيان. غنقليه ما والو، غنسد في بطاطا، سامبل ما غنقووش فيه بزاف الخضرة. اللي بغى يزيد شي حاجة يزيدها، هذا فيه غير جوج. غنقبط مطيشه، باردون، نقبط مطيشه غنقطعها وغنديرها فوق الطاجين. فوق انا بديت نقطع في مطيشه، جلبانه فوق منها ديريكت. هاد لي زيبيس هادو كاملين، نسيت نقولكم الزعفران شعره، ما تقولتها ولا ما قلتهاش، المهم وغادي ندير نص كاس الماء، لان الدجاج غيطلق ليا الماء، ومطيشه البصله غتطلق الماء. فوالا نزيد نص كاس الماء، نخلط كلشي. راه درت نص معلقه، نص معلقه د لي زيبيس باسكو انا الدجاج ديجا مشرملاه بزيبيس كاملين اللي قلتهم لكم، وابخي ملي كنت يطيب الطاجين نبقى ناغوزي، نبقى نقبط ما نلبيه. دابا الليمون قطعناه، المصير، الزيتون. بيتو غنساوش واحد شويه زيت البلديه،
نحطو الطاجين ديالنا ونديرو فوق المجمر. فوالا هنا حطيتو فوق المجمر، نخليو الطاجين ديالنا تيطيب على خاطر خاطرو، نتلاقاو دابا ميطيب واحد 2 زوغ هكاك، ساعتين المكانه الدجاج غير تيطيب الدجاج ولا قلقع سا ديبون. الي توت من بعد ساعة ونص ديال الطياب، هذا هو الطاجين ديالنا، هذه هي اللحظة النهائية ديالو ديال الطياب، صافي هو ملبي، ما زدتلو حتى شي حاجة، خليتو طبعا المهل على الفاخر، تيجي تيحمق وملبي. ألي بالصحة والراحة البنات، ولا عجبكم ديروا لايك و بارطاج، ميرسي، أوفوار.